لأول مرة منذ 3 عقود تبرز تفاصيل جديدة حول خطة كان يعدها الجيش الإسرائيلي لاغتيال الرئيس العراقي صدام حسين ردا على مهاجمته لإسرائيل عام 1991 في تل أبيب وحيفا. تقول قناة 13 الإسرائيلية أنه في يوم 5 من نوفمبر 1992 تم افتراضيا محاكاة عملية الاغتيال في قاعدة التدريبات العسكرية في النقب. بادر للخطة رئيس أركان الجيش حينها إيهود باراك، لكنها لم تنل موافقة جميع المسؤولين الإسرائيليين، إذ عارضها بشدة رئيس الوزراء باعتبار أن العملية ستوحد العرب ضد إسرائيل. فكيف تم الإعداد لاغتيال صدام حسين؟ لجعل العملية دقيقة وخالية من أي خطأ، يقول الوثائقي إنه تم دراسة تحركات وتصرفات صدام حسين بدقة، أخذين بالاعتبار قلة تنقله العلني بعد الحرب، كما أن له عدة بدلاء يمثلون دوره. تم اختيار موعد الاغتيال بعد التوصل لبرنامج زياراته. اكتشف أن خاله الذي رباه مريض في المستشفى وأنه سيصل حتما لزيارته. بناء على ذلك رأى معد الخطة أن تطير فرقة الاغتيال إلى العراق باستخدام مروحيتين لسلاح الجو الإسرائيلية، ومن ثم التحرك إلى موقع العملية باستخدام سيارتين، ولاحقا الانقسام إلى فريقين، فريق تمويه على مسافة مئات أمتار من هدف الاغتيال، وبالإضافة إلى فريق ثان على مسافة 12 كيلومتر يكون المسؤول عن تنفيذ إطلاق صواريخ. لكن الخطة هذه فشلت وتراجع الجيش عن تنفيذها. تقول القناة إنه خلال عملية المحاكاة مثل دور الرئيس صدام حسين جندي إسرائيلي، وكانت تحيط به مجموعة من الجنود على أنهم حاشية الرئيس. ولأن زري الإطلاق متشابهان، فإن الضابط أطلق صاروخا حيا بدلا من الصاروخ المزيف اتجاه الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بمحاكاة حاشية الرئيس صدام حسين. قتل 5 جنود وأصيب الجندي الذي مثل دور صدام حسين، ففشلت العملية وجمدت خطة الاغتيال. ليتم لاحقا بعد التحقيق محاكمة عدد من المسؤولين بتنزيل رتبهم درجات أو تسجيل ملاحظة في ملفاتهم.